شاء الله طالت وشمخت. يا هلا والله يا ابو النصر، ايش فيك تحوش لك ذبان انت ولا؟ عشان يشتغل لازم تتحرك تسوي زي كذا. كم جيت عندك في البيت كم دخلت دوات اليوم كم اسوي زي كذا. من قال لك تدخل البيت لو سمحت يعني؟ انت تقول البيت هذا بيتك صح؟ ولا من الرمز؟ وانا كل ما قلت المحل محلك يعني اخذتها ب ب ب ب بمحملها الجدي؟ هذا من باب التسليح. المفروض انك كنت فايز بشقح النصر وفايز ما تسال السؤال اسئله هذه البسيطه. يا شقح النصر هذا اللي صارت لي لويت ذراع، كل من قال لي شقح النصر قلت سوي اللي تبي. وغير ذلك احنا رايحين للرجال المهم ولازم تطلع باحسن صوره وتستخدم كريم وايت شيب، يعني لا تدقق يا ابو النصر. طيب كيف تجربتك مع الكريم السيء؟ لا تسال، علي الحرام انه هو نعومك. تعرف الرؤوس السوداء اللي في البشرة يشيلها بعد الله. جماعة الرؤوس السوداء اللي على أطراف الخشم، آثار السهر اللي تجي تحت العين، يفتح لك مسام البشرة، يرطبها لك، يصفي لك، هذا حل سحري يا جماعة. والله أن في كل مناسبة، شوفوا مالكم علي يمين، في كل مناسبة نستخدم هذا. خوات الغاليات، إخوان الغالين، حل سحري. غسل وجهك موية دافية، اشتغلت الذبان. غسل وجهك بمويه دافيه، نشف وجهك، حط من الكريم هذا لمده 10 دقائق بحركه دورانيه على الوجه وغسله بعد 10 دقائق وشوف الفرق الشاسع الواضح. يا هلا يا هلا، اجواء العاصمه بدت تزين، بدا يضبط الجو. احد فروع دخول الاماراتيه في شمال الرياض، طريق انس بن مالك. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا اللحيه الغانمه؟ الله حي يا ابو النصر. شلونك؟ اهلا وسهلا يا ابو النصر، كيف الحال؟ بشر يا ابو النصر، ايش اقول وايش اكلم؟ احرقنا اعصابنا، تابعناك، فرحنا لك، وتستاهل انت يا ابو النصر، تستاهل كل الخير والله. ما عليك زود، حرقت اعصابك؟ والله جدا. الحمد لله نجبنا الاول. والله تستاهل. تستاهل الطيب. والله تستاهل الطيب. الله يسعدك، اول مره تتابع المزاين والشقح والله يا جو جديد عليك. جو جديد علي واول مره اتابع، ولكن كنت متحمس بقوه. يا بعد راسي، طيب وش الباقه اللي هالفتره ترند عندكم؟ اسمها باقة الغازية. عليك نور الغازية. نعم أعطناها ترند. ترند ما يحتاج. كيف مبيعاتها؟ كيف طلباتها؟ جدا من الآخر. أعطناها بالله لو سمحت. الله يسعدك يا حبيبي. كمال، ليش الباقة هذه ترند؟ لأن العطر دخون فلفت، عطر الأسطورة ميسي. لانه في الباقه. لانه في الباقه. محبين ميسي شوفوا وين، حتى في السعوديه. يا جماعه باقه الغازيه هي عباره عن 7 عطور من اجمل واجزل العطورات اللي ممكن تقتنيها. عطر ميسي الاسطوره نيونيل ميسي، هذا العطر اعلن له ميسي، تعرفون ميسي لاعب عالمي ومحسوب عليه الكلام، فما يعلن الا عن شيء مرتب. هذا العطر اخذوا دخون يصممونه عند افضل مصممين العطور في العالم قرابه السنتين، بعدين أصدروا ميسي للسوق بشكل عام. يا جماعة العطر خرافي، عطر نسائي رجالي، بعيد كل البعد عن الرسمية، فخم فخم بشكل ما تتخيلونه. سعره 445. نجي للعطر الثاني سيجنتشر جولد، سعره 285، واحد من أشهر عطور دخون الإماراتية. في حنية، في شوية رسمية، عطر فيه عسل، مرة بيجوز لكم اللي يحبون عطورات الحمضيات. هذا عطر مشهور جدا، لو كتبتوا عنه بتويتر بتشوفون آراء الناس وانطباعهم عنه. سيجنتشر جولد نسائي رجالي، أعتقد أني يميل للرجال أكثر. أما ذولي خيال، سوسويتي بلقيس، هذا سعره 200 وعليها، هذا سعره 200 وعليها، هذا سعره 184. ذولي الثلاثة خواتي الغاليات، والله العظيم لا يفوتوكم، خطيرة جدا، فيها شيء من البودر، فيها شيء ما له علاقة في الرسمية، عطورات نسائية بحتة. اللي يحبون العطورات النسائية حتى من إخواني الرجال زي أنا أحب العطورات النسائية ودائما أتعطر فيها، هذا من عطوراتي المفضلة بلقيس. جماعة الثلاثة ذولي أنا أسميهم مثلث الرعب، خرافية العطور الثلاثة ذي. بالإضافة الكبار العمالقة الاثنين ذولي اللي مسوين الهوايل في دخون الإماراتية. بالمناسبة برايفة الأبيض وبرايفة الأحمر أكثر الزباين اللي يجون كل فروع دخون الإماراتية عشان هالعطرين،
برايفت الأحمر والله إني مخلص منه 6 علب. إخواني الرجال اللي يكشخون دائما يلبسون ثوب وشماغ باستمرار، أنصحكم في برايفت الأحمر، مجنون خرافي، سعره 299 ريال، من أجمل العطورات الرجالية اللي قد تعطرت فيها في حياتي. أما هذا برايفت الأبيض، هو العطر الوحيد في دخون الإماراتي اللي مكتوب عليه في IP. هذا مصممته مصممة العطور العالمية اللي حاصلة في عام 2020 على أفضل مصممة عطور في العالم، الإيطالية دومينيكا. عطر خرافي، تركيبته فريدة، عطر يذكرك بعبق التاريخ، عبق الماضي. عطر من هذا العطر من العطور اللي ممكن لو اشتريتها مرة ترجع تشتريه 2 و3 و4. جماعة اليوم الباقة، أنا مستعد أقول أجمل باقة أعلنت عنها في حياتي. جماعة هالباقة سعرها حوالي 2000، فيها عطر ميسي، فيها العطورات العظيمة ذي. بتطلع عليك إذا استخدمت كود غازي 394 شامل الشحن والضريبة والتوصيل، ولو جاتك ما أعجبتك لأي سبب كان تقدر تسترجع المبلغ والعطور تسترد. لا تفوتكم هالباقة الخرافية. حبيبنا عسى بقى منها كثير. والله الكميات محدودة، ما هي قليلة. عليها طلب كبير؟ جدا. عطني أنا أول واحد يشتري هالباقة. تسلم يا حبيبي. جماعة لا تفوتكم هالباقة قبل نفاذ الكمية.